تشهد روسيا إقبالا كبيرا نحو اعتناق الإسلام، فالأرقام في ازدياد، وحديث عن مئات الآلاف اعتنقوه في العقدين الأخيرين. أليكسي أو أبو بكر كما سمى نفسه أحد هؤلاء الذين آثروا دين الإسلام عن دين الآباء والأجداد، شاب في عقده الثالث، متزوج وله 3 أولاد، كرس حياته وحياة زوجته لترجمة الكتب الإسلامية من العربية إلى الروسية. بدأت رحلته مع الإيمان منذ 10 سنوات، لم ترق له حياة اللهو كأقرانه، فبحث عن مخرج لحياة بدون معنى، وحصل المنعطف يوم أن دخل المسجد مع صديقه العربي، وكانت البداية. لقد رأيت صلاة مختلفة عن التي عرفتها، ورأيت أناسا مطمئنين لم أرى صورا معلقة، والجميع يأتمرون بحركات شخص واحد، وعلمت أنهم يتكلمون مع الله بدون وسيط. وعندها شعرت وكأن نفسي وجدت مبتغاها، وقررت بعد فترة من الدراسة والبحث أن أعلن إسلامي. أما زوجته فحكايتها أكثر تشويقا. حياة الأسرة كانت تسير بغير هدى، ورب الأسرة كان مدمن خمر. هدف وجودها في الحياة وماذا بعد الموت أسئلة كانت تشغلها منذ 10 من عمرها. بحثت عن الحقيقة في الكنيسة فلم تجد ما يقنعها، لكن موت أبيها في سن مبكرة جراء الإدمان كان له الأثر الكبير في تحديد وجهتها. Вот. Но я хотела искать, то есть я хотела найти что-то достоверное, потому что я не знала ничего об исламе. Но я столкнулась с такой проблемой, что вся литература, которую мне удавалось найти, она была написана востоковедами. И она написана была то есть так, что я буквально после 3-4 страницы. رمضان كما تقول العائلة شهر البركات والنفحات الطيبة. يأتي بالفرحة ويودع بالحزن، له طعم خاص في كل بيت مسلم. هو فرصة للتجمع على الإفطار وصلاة التراويح والقرب من الله. وهو شهر القرآن وقراءته وتعليمه للأطفال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد ونستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. ويحدو الأسرة الأمل بعد أن ذاقوا طعم الإيمان أن يعم هذا الخير على الآباء والأمهات والإخوة والأخوات. أمنية ترافقها دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، يأملان أن تتحقق وأن تستجاب في شهر القبول، شهر الخير والبركات. قد تكون حياة أبي بكر وزوجته لا تختلف كثيرا عن حياة أي مسلم في هذه البلاد، لكن رمضان كما يقول أصحاب هذا البيت له طعم خاص لم يكونوا ليشعروا به لو لم يكونوا مسلمين. رياض مصطفى، الإخبارية، موسكو.